طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم الاربعاء 10 فبراير 2020، موافق 28/6/1442 ميلادي. احنا اليوم ان شاء الله تعالى بمعيتكم راح نبدا في تشابتر 6 اللي له علاقه بالثيرمو كيمستري او الكيمياء الحراريه. وهذا التشابتر كثير مهم لكم لانه يعتبر البيسك، الاساس ل كورس ان شاء الله تعالى راح تدرسوه مش السنه القادمه، اللي بعدها، اللي هو اسمه الثيرمودينامكس كيم 306. كيم 306 اللي اسمه الثيرمودينامكس. طبعا الثيرمودينامكس حيكون اول كورس لكم راح تدرسوه في مقررات الكيمياء الفيزيائيه. اوكي، يعني انتم الان تدرسوا كيمياء عامه، ابتداء من العام القادم على الترم الاول خلاص حتصير تتخصصي في المواد، تصير تاخذ مواد تابعه للكيمياء التحليليه، مواد تابعه للاورجانيك، مواد تابعه للان اورجانيك، مواد تابعه للبايو كيمستري، مواد تابعه للفيزيكال كيمستري، هيك تمام. فالفيزيكال كيمستري ان شاء الله تعالى، يعني انا بدرس ثيرموداينامك. اوكي، فالفيزيكال كيمستري في حوالي يمكن 7 مقررات بندرسها. اول شيء بندرس نبدا في الثيرموداينامك، بعدين بندرس الكاينتكس اللي الحركيه، بعدين بندرس سيرفس كيمستري اند كاتاليسيز، بتدرس كوانتم كيمستري، بتدرس كومبيوتيشنال كيمستري، بتدرس كولويد. هذا الكولويد بتكون الكتيف كورس. عندكم الكترو كيمستري، كيمياء كهربائيه، عندكم كمان كوروجن. اوكي، فلو تعديهم على اصابع على اصابعك بيطلع حوالي يمكن 8 مقررات. هذول كلهم تحت ايش؟ مظله الفيزيكال كيمستري. فاول كورس ان شاء الله راح تدرسوه بالفيزيكال اللي هو الثيرمو داينامكس. اساس الثيرمو داينامكس اللي هو هذا تشابتر 6 اللي هو الثيرمو كيمستري. فيعني كثير بفيدكم ان شاء الله تعالى بشكل كبير جدا. فخلينا نبدا احنا في شوي شوي في محاضره اليوم. محاضرتنا اليوم كلها يعني ابو 50 دقيقه، مش طويله، لكن نعطيكم نبلش احنا نجهز ونمهد لهذا الكورس. طبعا هو سهل مش صعب، بالعكس يعني معلومات كثير بسيطه تعطى لكم انتم في هذا المستوى تبعكم، على اساس ان شاء الله تعالى لما تدرسوا الثيرمودينامكس في السمسترات القادمه بيكون الموضوع عندكم سهل جدا باذنه تعالى. طيب، لما نيجي نحكي احنا كلمه ثيرمو كيمستري، كيمستري فهمنا كيمياء، تدرسي تفاعلات، صح ولا لا؟ لانه احنا شو معنى كلمه كيمياء؟ انا بدي ادرس الرياكشنز between substances to give us what? New substances. حتعطيكي مواد ثانية جديدة. الرياكشن between substances سميناها reactant عشان تعطينا substances جديدة سميناها product، صح ولا لا؟ هاي معنى كيمياء، تدرس التغيرات الكيميائية اللي بتصير، تفاعلات، ماشي الحال؟ لما نيجي نحكي كلمة ثيرمو، ثيرمو معناتها حراري، ثيرمو معناتها كلمة ايش؟ حراري. شو معنى ذلك؟ انه في الثيرموكيمستري we study the chemical reactions between substances to give us new substances اللي احنا سميناها products. من وين بندرسها؟ in ايش؟ in energy perspective or according to energy perspective. تمام، احنا بندرس التفاعلات الكيميائيه من منظور الطاقه، من منظور ايش؟ الطاقه. فانا بصير دائما في الثيرموكيمستري بنات، في الثيرموكيمستري او في الثيرموديناميك اللي احنا بنسميها الديناميكا حراريه، انا بكون اهتم في التفاعل الكيميائي ادرسه من منظور الطاقه. كم طاقه تم امتصاصها اثناء التفاعل عشان اكسر الروابط ما بين المواد المتفاعله واكون روابط جديده عشان اعمل البرودكت. هذا الكلام، تكسير الروابط وتكوين روابط جديده، تحتاج الى طاقه، تحتاج الى انرجي، تمام، تحتاج الى هيت، حراره. مين اللي بدرس لي هذا الكلام وبحسب لنا مقدار الطاقه وشو نوع الطاقه وكله والحسابات تاعتها جميعها؟ مين اللي بدرس هذا الكلام؟ اسمه الثيرمو كيمستري اللي هي الكيمياء الحراريه، الكيمياء الحراريه، واضح؟ طيب، سرعه التفاعل، هل التفاعل سريع ولا بطيء؟ هل بتدرس لنا اياها الثيرمو كيمستري؟ ديفينتلي نو. الثيرمو كيمستري ما بتيجي تحكي لي والله انه هذا التفاعل سريع او هذا التفاعل بطيء. ولا مين بيدرس هذا الكلام؟ اللي بيدرس هذا الكلام علم اخر اللي بسموه كاينتكس، حركيه التفاعلات. هذا راح تدرسوه انتم برضه لاحقا في كورس لحاله منفصل من كورسات الفيزيكال كيمستري، بسموه كيميكال كاينتكس، كيميكال كاينتكس.
اند رياكشن ميكانيزم، حركيه التفاعلات وميكانيكيتها. اوكي، بصير نعرف متى بيكون التفاعل بطيء، متى بيكون سريع، كيف بدي احسب معدل سرعه التفاعل. هذاك بدرسه في علم ثاني بسموه كيميكال كاينتكس، لكن في الثيرموكيمستري انا بدرس التفاعل من منظور ايش؟ الطاقه، من منظور الطاقه. واضح يا بنات؟ عشان نكون احنا فاهمين هذا الكلام. طيب لما نيجي احنا نحكي طاقه، شو يعني طاقه؟ يعني انرجي. اوكي، شو يعني انرجي؟ شو معنى انرجي؟ هي capacity to do work or to produce heat. هاي معنى كلمة طاقة. أوكي، إحنا بنحكيها أصلاً في حياتنا، في كلامنا العامي. لما أجي أحكي لك لو والله لو سمحتي ترفعي لي هذا الكرسي، أو ترفعي هذا الغرض عن الأرض، أو تزحي لي، أو تحركي شيء معين من مكانه، هل شو تحكي لي؟ يقول لي والله ما عندي قوة، ما عندي جلد أشيله، صح ولا لا؟ هاي معناتها. إذا شو معنى ما عندي قوة إني أحرك هذا الكلام؟ إنه أنا ما عندي قدرة أو ما عندي طاقة إني أعمل شغل معين. فإذا الإنرجي هي الكاباسيتي تو دو ورك، كاباسيتي تو دو ورك أور إيش؟ عشان أولد حرارة، تو برديوس هيت. الآن في عندنا قانون مهم جدا في الـ في الـ في الكيمياء الحرارية أو في الطاقة، اللي هو قانون حفظ الطاقة. يمكن أنتم تعرفوه، إنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، لكن تتحول من شكل إلى إيش؟ إلى آخر، اللي بسميه Law of Conservation of Energy، قانون حفظ الطاقة. وهذا يا بنات القانون في الثيرمودينامكس، اوكي، بسموه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، القانون الاول. لانه انتم ان شاء الله تعالى لما تدرسوا مقرر الثيرموداينامكس لوحده راح تدرسوا 3 لوز، ثلاث قوانين، الفيرست لو والسكند لو والثيرد لو اوف ثيرموداينامكس. يعني الثيرموداينامكس قائمه على ثلاث قوانين، زي اي علم، كل العلوم قائمه على قوانين، على لوز، اوكي، قوانين. فالثيرموداينامكس عنده ثلاث قوانين، القانون الاول الفيرست لو، والسكند لو، والثيرد لو. طب شو هو الفيرست لو اوف ثيرموداينامك؟ اللي هو قانون حفظ الطاقه، لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. شو معنى شو هذا القانون؟ بنص على انه الانرجي كان بي كونفرتد فروم وان فورم تو انذر. انا بحول الطاقه من شكل الى اخر. كيف يعني؟ طاقه وضع بحولها لطاقه حركيه، طاقه الشمس تتحول لطاقه كهربائيه، طاقه الرياح بحولها لطاقه كهربائيه. هيك بحول الطاقه من شكل الى ايش؟ الى شكل اخر. لكن But energy can be neither created nor destroyed. يعني الطاقة لا تستحدث، أنا ما بخلق طاقة ولا بدمر طاقة. أوكي، يعني الطاقة is conserved، محفوظة. هاي معنى conserved، محفوظة الطاقة، لكن أنا بحولها من شكل إلى إيش؟ إلى آخر. أضرب لكم مثل، يعني دائما أنا بضرب مثل للطلاب بهاي الطريقة، إنه أنا على سبيل المثال معي 1000 ريال، معي قيمة إيش؟ 1000 ريال. القيمة هاي محفوظة 1000 ريال، لكن أنا بستطيع إن أعملها إيش؟ change currency، أغيرها من عملة إلى عملة. الألف ريال بحولهم لدولار، بروح بحولهم لإيش؟ ليورو، بحولهم لين، بحولهم لأي عملة بتخطر على بالك، صح ولا لا؟ فرنك سويسري، بحولهم لأي عملة، لكن القيمة تبعتهم هي قيمة ثابتة ما تغيروا. هم الألف ريال كقيمة، لكن أنا حولتهم من عملة إلى أخرى، من عملة إلى أخرى، لكن قيمتهم شو بتضلها؟ محفوظة. القيمة تبعتهم إيش بتضلها؟ محفوظة. ونفس الكلام الانرجي is conserved، الانرجي is conserved neither created nor destroyed، neither created nor what nor إيش nor destroyed. يعني شو معنى هذا الكلام؟ إنه هذا العالم اللي إحنا عايشين فيه، اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، اللي إحنا بنسميه اليونيفرس. شو بنسميه؟ اليونيفرس، هذا العالم أو الكون اللي إحنا عايشين فيه، الكرة الأرضية والمجرات تخيلوا انتم هذا الكون اللي احنا عايشين فيه، طاقته محفوظه، كونستانت، قيمته ثابته. The total energy content of the universe is what is constant. طاقه محفوظه وثابته، لا بتزيد ولا بتقل، لكن تتغير من شكل الى اخر، تتغير من شكل الى اخر. طاقه الرياح انا بستفيد منها من خلال التوربينز معين، بحولها طاقه كهربائيه. طاقة السدود الحركة بحولها طاقة كهربائية، طاقة الشمس بحولها طاقة حرارية، طاقة البخار، طاقة البخار أو طاقة الاحتراق. كان زمان القطار البخاري كيف يتحرك؟ الستيم انجن، المحرك البخاري، كان عن طريق يحرق الفحم الكول، ينحرق، فالحرارة اللي تتولد منه تتحول لطاقة حركية. فإذا أنا حولت الحرارة الهيت إلى كاينتك انرجي، طاقة حركية، فبهاي الطريقة. لكن هي كانرجي total energy شو بتكون يا بنات؟ constant. شو بتكون؟ دائما constant. واضح بنات؟ تابعين معي؟ اي واضح. تمام، ممتاز. الان
شو انواع الطاقه اللي احنا بندرسهم اللي هم المين تايبس اوف انرجي؟ في عندي الانرجي بشكل عام كان بي ايش ديفايدد ان تو كاتيجوريز، كان بي ديفايدد ان تو مين كاتيجوريز. بشكل عام الطاقه تنقسم الى تو مين كاتيجوريز، يعني لصنفين رئيسيات، شو هم؟ بوتنشال انرجي، طاقه وضع، وعندي طاقه حركه كانت الانرجي. هلا هل منهم في فروع؟ في، لكن احنا بشكل عام بندرس التو مين انرجي اور كاينز اوف انرجي اللي هم عندي البوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي. شو طاقه الوضع؟ هي الانرجي which is ايش؟ stored in a system due to what? To its position. الطاقه اللي بتكون مخزن stored داخل اي system عندي او اي composition او اي substance due to what? To its position، مكانها. انت الان جالسه على كرسي، المكان اللي انت جالسه فيه نتيجه وجودك، اذا في عندك طاقه. مثال اخر، الطاقه المخزنه داخل جسمنا، احنا لما نتناول الطعام، لما ناكل جسمنا راح يعمل دايجستن، يحرق الطعام، يهضمه، وهذا الطعام الطاقه اللي موجوده فيه اللي هي الكالوريز السعرات الحراريه تتخزن داخل ايش؟ داخل جسمي، inside my composition. لانه تعرف جسم الانسان مكون من اعضاء ولحم ودهن واربطه و و وغير ذلك، تتخزن داخل جسمي، اوكي؟ اذا هاي طاقه الوضع بتكون موجوده داخل اي سيستم، اي نظام معين، نتيجه مكانه، نتيجه ايش؟ مكانه، ثبوت مكانه في منطقه محدده، هاي بكون عندي انا ايش؟ طاقه وضع. طيب الطاقه الحركيه كانت انرجي، جاي من موشن، حركه، في عندي حركه. هذا الجسم الاوبجكت اللي عندي او السبجكت او الماتيريال اللي عندي او السبستانس اللي عندي، اللحظه اللي بتبدا تتحرك فيها، بتبدا تتحرك، راح تتحول البوتنشال انرجي، ممكن تكون كلها او جزء منها، الى ايش راح تتحول؟ الى كاينتيك انرجي. يعني الاساس يا بنات، الاصل انه كل الطاقه بتكون مخزنه على شكل بوتنشال انرجي. لما انا ابدا اتحرك، جزء من طاقتي راح تتحول من بوتنشال انرجي لوين تروح؟ لا الكاينتيك انرجي. ليش؟ لانه صار في عندي موشن. شو صار في عندي انا الان؟ موشن. وهذه الكاينتيك انرجي بتعتمد على كتلتي، كتله الجسم تبعي، وعلى السرعه فيلوسيتي. طبعا علاقه طرديه، دايركتلي بروبورشنال، علاقه طرديه، بمعنى كل ما كان الجسم الماس تبعته اعلى، بالتالي بتكون الطاقه الحركيه اكيد اعلى. نقارن مثلا ما بين الطاقة الحركية لسيارة والطاقة الحركية للقطار أو للطائرة، أكيد الطائرة أو القطار وزنها أكثر من مين؟ بشكل كبير من إيش؟ من السيارة. أو الشخص كبير، أنا مثلا شخص عمره 30 سنة، شخص شاب يافع مع طفل عمره 5 سنوات، أكيد الماس تبعتهم مختلفة. فإذا كل ما زادت الماس الكاينتيك انرجي بتزيد، بالإضافة إلى السرعة الفيلوسيتي. كل ما بتزيد الفيلوسيتي، السرعه، السبيد، يعني بين قوسين السبيد، بتزيد ايش؟ الكاينتيك انرجي بشكل اكبر. واضح؟ طيب دكتور، البوتنشال انرجي على ايش بتعتمد؟ لا، البوتنشال انرجي بتعتمد على البوزيشن، على المكان. كل ما كان ارتفاعي اعلى، بتكون طاقه الوضع ايش عندي؟ اعلى. يعني انا عندي جسمين، عندي جسمين two substances، واحد موضوع على ارتفاع 1 متر والثاني موضوع على ارتفاع 10 متر، مين اللي بتكون طاقة وضعه أعلى؟ اللي بيكون موجود على ارتفاع 10 متر، لأنه هي إلها علاقة بإيش؟ بالبوزيشن، بالمكان. كل ما أنا كان مكاني أعلى، ارتفاعي أعلى، طاقة الوضع تبعتي إيش بصير فيها؟ بتزيد، أوكي؟ بتزيد. طبعا هذا إذا إيش إحنا؟ إذا كنا تقريبا عندي نفس الكومبوزيشن، نفس إيش؟ نفس الكومبوزيشن. طبعا هلا اكيد كل ما الجسم كبر، اكيد الطاقه المخزنه في داخله شو بتكون؟ اكيد اكبر. يعني لو انا اجيب مثلا طفل صغير ولا اجيب رجل كبير، اكيد الرجل لانه جسمه اكبر، الكومبوزيشن تبعه اكبر، بالتالي راح يستطيع انه يخزن طاقه وضع ايش؟ اكبر. هذا الكلام صحيح، اوكي؟ لكن لو انا عندي جسمين متماثلين ايدنتيكال، واحد ارتفاع اعلى من الاخر، اللي بيكون ارتفاعه اعلى هو اكيد عنده طاقه وضع اعلى، اوكي؟ فلذلك البوتنشال انرجي ريليتس تو ذا بوزيشن او للكومبوزيشن. الكومبوزيشن اللي بيكون اكبر، يعني كل ما كان الجسم اكبر الكومبوزيشن تبعه اكثر، معناته عنده طاقه وضع اكثر. او البوزيشن، كل ما كان اعلى طاقه وضعه ايش؟ اعلى. الكاينتيك انرجي لا، تعتمد على الماس وعلى الفيلوسيتي، على الماس وعلى الفيلوسيتي، والعلاقه شو بتكون يا بنات؟ علاقه طرديه،
علاقة إيش؟ طردية. طلعوا هنا، أنا في عندي في هذا الشكل اللي إحنا شايفينه، أنا في عندي بالبداية في عندي كرة معينة إيه، سميناها البول، هاي الكرة إيه، وهاي الكرة وين موجودة؟ في المنطقة، في هذا المكان، أوكي، في هذا إيش المكان. وفي عندي كرة أخرى أنا سكند بول موجودة، سميناها بي، موجودة في الأسفل. فإذا أنا في عندي تو بولز، واحد طبعا أنت شو بتلاحظوا؟ التو بولز ذي ار ايش؟ ايدنتيكال، عندهم نفس الحجم، نفس الماس، نفس الشكل، يعني ما في واحدة أكبر من الثانية، لكن شو الاختلاف بيناتهم يا بنات؟ مين تحكي لي؟ شو الاختلاف بين الكرة A عن الكرة B؟ الكرة A أعلى من الكرة B. البوزيشن، صح ولا لا؟ ها مرة ثانية طلعوا، البوزيشن انرجي إلى علاقة بإيش؟ بالبوزيشن والكومبوزيشن والتركيب. لكن أنا الكومبوزيشن نفس الشيء، الكرة A هي نفسها B، they are identical. لكن شو الاختلاف بيناتهم؟ في البليس، المكان أو البوزيشن. البول A، الكرة A موجودة في مكان هاير، أعلى من الكرة B، بالتالي البوتنشال انرجي ها طبعا هم الكرتين ثابتات، ما عندهم حركه، ما في عندهم موشن. فاذا الكرتين يا بنات، الكره A حيكون عندها هاير بوتنشال انرجي ذان بول B. ليش؟ لانها البول A، الكره A موجوده ان هاير بوزيشن، في مكان اعلى من مين؟ من الكره B. هذا انيشيالي في البدايه. طيب افترض الان في لحظه من اللحظات انا سمحت للكره A انها تتحرك، اوكي، من هي جاي على مكان مرتفع على الجبل، خليتها تتحرك، شو حتعمل الكره ايه؟ طبعا لسه الكره بي ثابته في مكانها يا بنات، الكره بي ثابته في مكانها. لما تبدا الكره ايه تتحرك من مكانها، احنا شو حكينا؟ كل الطاقه اللي بتكون على شكل بوتنشال انرجي شو بدها تتحول نتيجه الحركه؟ لايش؟ الجمعي، لايش؟ حركيه، كاينتيك. احسنتي. في البدايه هنا انيشيالي في الحالة الابتدائية التو بولز ثابتين، they are fixed in their position. بالتالي الكرة A هل عندها كاينتيك انرجي؟ زيرو. الكرة B هل عندها كاينتيك انرجي؟ زيرو. مش متحرك، ثابت، أنا ما عندي موشن. الكاينتيك انرجي لها علاقة بالموشن، بما إنه أنا سرعتي صفر، إذا الطاقة الحركية صفر. ما عنديش، أوكي؟ الكرة A بما إنها ما بتتحرك، إذا الطاقة الحركية الكاينتيك انرجي شو بتكون تساوي؟ صفر. طب ولا كل الطاقة بتكون مخزنة على هيئة ايش؟ على هيئة بوتنشال انرجي. واضح؟ طيب اللحظة اللي تبدأ فيها الكرة A بالحركة، بدي اسمح لها تتحرك، جزء من البوتنشال انرجي راح تتحول الى ايش؟ الى كاينتيك انرجي. ليش يا دكتور؟ لانه بلشت الكرة تتحرك. اوكي؟ طيب ما زالت الكرة B ثابتة في مكانها، مش متحركة. الكرة A في العالي، انا سمحت لها انها تتحرك. سمحت لها ايش؟ انها تتحرك. فتبدا الكاينتيك انرجي تبعتها بالازدياد، لكن البوتنشال انرجي شو بتبدا؟ تقل. لانه ليش حتقل يا دكتور؟ لانه اصلا المكان تبعها شو يبدا؟ ينخفض. مش حكينا البوتنشال انرجي العلاقه بالبوزيشن بالمكان؟ فانا لما اخلي الكره ايه تنزلق الى الاسفل، اوكي، موفينج داون، داونورد للاسفل، جزء من طاقه الوضع تبعتها راح تقل وتتحول الى طاقه حركه، الى طاقه ايش؟ حركه. B لساته ثابت إلى أن تصطدم، تعمل كوليجن الكرة A مع الكرة مين؟ B. ما هي حتنزل، حتضل تنزل إلى تضرب في كرة مين؟ كرة B. لما تضرب في كرة B، طاقة الكرة B شو حيصير فيها؟ حتزيد ولا تقل نتيجة التصادم؟ بتزيد. بتزيد، وبالتالي شو حتعمل لكرة B؟ حتعملها بوش، وبالتالي الكرة B رح ترتفع لوين؟ إلى الأعلى زي ما احنا شايفين بهذا الشكل. اوكي؟ فاذا شو رح نلاحظها؟ After A has rolled down، نزلت للاعلى، رول داون ذا هيل، يعني التل اللي عندهم او شو ما بتسموها، الجبل او الماونتن او التله، نزلت، اوكي؟ البوتنشال انرجي lost by A، اكيد البوتنشال انرجي للكره A نزلت، شايفين؟ انه انخفض مكانها، هي كانت هون في العالي، لان نزلت للاسفل فقل البوتنشال انرجي تبعها، وتحول الى ايش هذا البوتنشال انرجي؟ الى كاينتيك انرجي، تحول لايش؟ الى كاينتيك انرجي. طيب لما نزلت للاسفل، نزلت للاسفل راح تضرب الكره مين؟ الكره بي، فالطاقه راح تنتقل من الكره A الى الكره بي نتيجه التصادمات، الكوليجنز اللي صارت عندي. فالكره بي الان اكتسبت بوتنشال انرجي زياده، صار عندها ايش؟ اكسترا بوتنشال انرجي. من وين اجت هاي البوتنشال انرجي؟ نتيجه الكوليجن، التصادم ما بين البول A مع البول B. فالبول بي صار عنده طاقة زيادة، فاستطاعت انها ترتفع وتتحرك لوين؟ للمنطقة العليا هون.
اوكي، طبعا الان وقف وخلص، فصار الان مين اللي عنده بوتنشال انرجي اعلى؟ اي ولا بي؟ صار بي عنده هاير بوتنشال انرجي ذان اي. ليش؟ انه صار على هاير بوزيشن، على هاير ايش؟ بوزيشن. الان اسالكم سؤال، هل احنا في هاي العمليه او في هاي الحركه هل احنا عملنا كرييشن للطاقه؟ هل انا عملت كرييشن؟ هل انا ولدت طاقه جديد من العدم؟ لا انا ما ولدت طاقه. طب ولا وين الطاقه اصلا؟ وين كانت مخزنه؟ كانت مخزنه في ايه؟ لمين نقلتها الان؟ انتقلت لبي، نفس الطاقه نفس المقدار، انا نقلته من ايه لوديته ايش؟ لبي. هل في شيء لست انفقد؟ هلا ممكن في شيء ينفقد عن طريق الفريكشنال هيتنج اللي هي حراره الاحتكاك نتيجه الاحتكاك مع الطريق او كذا، ممكن، بس هاي بتكون جزء بسيط. اوكي، جزء ايش؟ بسيط. لكن الطاقه، طاقه الوضع اللي كانت مخزنه في ايه انتقلت كلياتها، وين صارت الان؟ في بي. فمشان هيك بي اخذ بوزيشن عالي، هاير بوزيشن، وبي واي صار في اللور ايش؟ في اللور بوزيشن، لانه صار طاقه الوضع عنده اقل من مين؟ من بي. انا في هاي العمليه انا ما ولدت طاقه، ما عملنا كرييشن، ما اختلقنا طاقه جديده، اوكي، ولا صار في عندي ديستروينج للطاقه، ولا دمرت الطاقه، يعني انا ما خسرت الطاقه ولا ايش؟ انا الطاقه اللي كانت مخزنه في ايه انتقلت لبي. كيف انتقلت؟ عن طريق تحويلها، تحول ترانسفورميشن فروم تايب تو انذر تايب. كانت في البدايه طاقه وضع مخزنه في ايه وهي في المنطقه العليا، لما تبدا الاي تعمل فولينج داون تنزل للاسفل صارت عباره عن طاقه ايش؟ حركه، كانتك انرجي. لما ضربت في الكره بي انتقلت الطاقه من اي الى بي، فصارت بي عندها طاقه زياده فاستطاعت انها ترتفع لوين؟ للاعلى. فصارت الطاقه الان خلاص وقفت الكره بي في مكانها، شو صارت الطاقه كلياتها؟ تحولت الى طاقه وضع بوتنشال انرجي. فاذا الطاقه از ايش مالها؟ محفوظه، اوكي، الانرجي از كونزيرف، لكن كان بي ترانسفيرد فروم وان تايب تو انذر تايب. تحولت الطاقه من وضع، من طاقه حركيه الى طاقه ايش؟ من طاقه وضع الى طاقه حركيه، بعدين تحولت الى رجعت لطاقه وضع، لان الكره ثبتت في مكانها. الكره ايش مالها؟ ثبتت في مكانها. اوكي، ماشي الحال يا بنات؟ واضح؟ واضح؟ ايوه ماشي الحال. اوكي طيب، الان احنا هنا عمالنا بنعطي مفاهيم، بنعطي ايش؟ مفاهيم عشان ناسس ونضل فاهمين مع بشكل طبيعي. الان الهيت involves the transfer of energy between two objects due to a temperature difference. Temperature ايش؟ difference. هاي معنى كلمة حرارة، heat. كيف يعني؟ الآن هذا اللي هو بيحكي لها طاقة حرارية، thermal energy. Thermal energy، لما أجي أحكي electrical energy طاقة كهربائية، أجي أحكي مثلا thermal energy طاقة حرارية، طاقة حرارية. نحن حكينا في عندي أنواع عديدة من الطاقة، لكن إحنا بشكل عام عشان الحركة أو المكان حسميناهم potential energy وسميناهم kinetic energy. طيب إذا أنا في عندي أوكي ماء على درجة حرارة 60 درجة مئوية، يعني ماء حار، وعندي ماء على درجة حرارة 10 مئوية، ماء بارد، إذا أنا هدول الوعاءين أو البيكرين، الإنائين اللي فيه ماء حار والثاني اللي فيه ماء بارد، جيت قربتهم من بعض صاروا in contact with each other، أوكي؟ واحد درجة حرارته عالية والثاني درجة حرارته إيش؟ منخفضة، أوكي؟ راح شو نلاحظ بعد فترة؟ إنه مباشرة لما صار في عندي contact تلامس، إنه الإنرجي راح تنتقل على شكل إيش؟ heat، حرارة، من الماء أو الوعاء اللي درجة حرارته عالي إلى الوعاء اللي درجة حرارته إيش؟ منخفضة. شو السبب؟ شو الدرايفنج فورس؟ شو القوة الدافعة؟ لأنه أنا في عندي temperature difference، اختلاف في درجة الحرارة. إذا أنا إذا بجيب two objects having temperature difference between them, so the energy، الطاقة will be transferred، راح تنتقل إيش؟ as a kind of what؟ as a kind of heat، على هيئة حرارة. ماشي الحال؟ على هيئة ايش؟ حرارة. مرة تانية، إذا أنا في عندي two objects أو two subjects، مادتين، أوكي؟ مختلفات في درجة الحرارة، واحد حرارته عالية والثاني حرارته منخفضة. إذا أنا جيت خليتهم in contact، لامستهم، تلامسوا مع بعضهم البعض،
مباشره، لانه في عندي اختلاف في درجه الحراره، الطاقه الانرجي راح تنتقل والبي ترانسفيرد على شيء، على هيئه ايش راح تنتقل؟ هل راح تنتقل على هيئه كاينتيك انرجي؟ جيبوني، هل راح تنتقل على شيء على هيئه طاقه حركيه؟ طبعا لا، انا ما عندي موشن، فش عندي حركه، ما عندي حركه، انا جبت جسمين لمستهم لبعض، وقعتهم لمستهم لبعض، بتحركوش الجسمين، بس ايش مالهم؟ ملامسين لبعض، لبعضهم البعض. اذا الانرجي الطاقه راح تنتقل من الجسم الحامي السخن الى الهوت الى الجسم البارد الى الكولد، لكن كيف حتنتقل؟ على هيئه ايش؟ حتنتقل على هيئه هيت حراره، على هيئه ايش؟ هيت، واحنا نشعر فيها، نشعر فيها. انا مثلا انت مرات اذا بتسلمي على زميلتك بايدك صافحيها، اوكي؟ طبعا الان خلاص بسبب الكورونا بطلنا نسلم على بعض الحمد لله، احسن، اوكي؟ اذا انت سلمت على زميلتك او بدك تسلمي على والدك او والدتك، اوكي ماشي الحال، وكان هذا الشخص شوي عنده مريض مثلا، حرارته شوي مرتفعه، مش انت اول ما تلامسي ايدها بتحس بالحراره، تحس انه هذا الشخص حرارته مرتفعه؟ ليش؟ لانه انت لما لامست الايد مباشره الطاقه انتقلت اليك، لانك انت جسمك ابرد. كيف انتقلت؟ هل انتقلت على شيء على هيئه طاقه حركيه كاينتيك انرجي؟ لا، انتقلت على شيء على هيئه ايش؟ هيئه حراره. ليش؟ لانه في عندي تمبرتشر ديفرنس، تمبرتشر ديفرنس، اوكي؟ واضحه هاي؟ ونفس الكلام انت لما تصيب بايدك اي جسم سخن، اي جسم حامي، مباشره الطاقه راح تنتقل اليك، لكن تنتقل على هيئه ايش يا بنات؟ على هيئه حراره، تنتقل على هيئه ماذا؟ على هيئه حراره، واضح؟ طيب في عندنا شيء ثاني، في عندنا ايش؟ شيء ثاني اللي هو بسموه ورك، شغل. شو يعني الشغل؟ قوه ضرب مسافه. الشغل الورك هي عباره عن القوه اللي انا ببذلها، الفورس اكتنج ببذلها اوفر ا ديستانس، يعني لازم يصير في عندي ازاحه، ديسبيسمنت، احرك من جسم من مكان الى مكان اخر. يعني معنى اخر، انا عشان اي سبجكت معين، اي سيستم، اي نظام يبذل شغل او يعمل شغل ورك، لازم يبذل قوه فورس معينه، وهاي نتيجة عمل الفورس القوة اللي أنا بدي أبذلها، لازم يصير في عندي تغيير في المسافة، في الديستنس، يصير في عندي إزاحة. مثال، نضرب مثال، الطلاب يوم الامتحان قبل الامتحان بيجلس يذاكر طول الليل، يذكر، بظل مواصل، بنامش، بظل يدرس، بيجي ثاني يوم على بالنهار الصباح على الكلية عشان يعمل اختباره، بمسك الورقة بصير يحل بلا 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 بلا، بيجي بصلح الورقة تبعته بتتصلح، بيطلع حاله راسب بالامتحان. اوكي؟ شو مقدار الشغل تبعه؟ صفر. لأنه رسب، ما نجح. أنتم بالنسبة لكم في الكلية لما تدرس في الكورسات إما ناجح أو راسب، مش هذا النتيجة؟ أنا ما بتكلم عن علامتك اللي بتجيبيها، يعني الطالب اللي بيجيب 90 A بلس، يعني والطالب اللي بيجيب D، هم اثنيناتهم ناجحين باس، صح؟ أنا ما بنحكي إنه شو هذا علامته، بس المهم يا ناجح يا إيش؟ يا راسب. حملها افرض طالب ضل طول الليل يدرس او قبل باسبوع وهو بيدرس بيدرس بيدرس، لكن بالنهايه رسب. اذا شو مقدار الشغل تبعه؟ النتيجه، الشيء المفيد ولا شيء، زيرو. اوكي؟ الان حدا بيجي يحكي لي طب يا دكتور ما انا هذا الطالب بذل قوه، بحكي لك اه بذل قوه، عمل فورس، عمل جهد، لكن شو النتيجه؟ صفر. ليش؟ لانه ما صار في عندي تغيير، ما صار في عندي ازاحه، ما عندي ديستنس، يعني ما حاله تبعته ما تغيرت من الى، اوكي؟ من الى ما تغيرت. وضحت؟ مزبوط. الله سبحانه وتعالى شو بيقول في كتابه الحكيم القران الكريم؟ واما بنعمه ربك، ايش احكوا لي؟ اما بنعمه ربك حدث. ايوه، الشخص لما ربنا ينعم عليه بالمال، بالصحه، بالعافيه، لازم تبين علي، صح ولا لا؟ اوكي، لازم يصير في تغيير. اوكي، فاذا انا بالكيمياء، بالكيمستري، او حتى بالفيزياء، بالفيزيكس، اوكي، القوه، الشغل، الورك بيعرفوه حاصل ضرب الفورس اللي هي الاف، القوه ضرب الديستنس اللي هي دلتا اكس اللي هي الازاحه. مثال، انت جالسه في بيتكم الان في غرفه ولا في مكان في حائط، مش في حيطان، جدران عندكم بالبيت، حاولي انت الان قومي ماشي الحال، روحي على هذا الحائط وصيري ايش بايديك، يزيحي الحائط، اعملي عليه قوه، بتحرك الحائط عندك؟
بتحرك من مكانه؟ لا لا. السؤال، انت عملتي قوه ولا ما عملتي قوه؟ بذلتي فورس ولا ما بذلتي؟ بذلتي عليه فورس، لكن تحرك ما تحرك. اذا شو مقدار الشغل؟ صفر. اذا انا عشان يصير عندي شغل يا بنات لازم يصير في عندي ديسبيسمنت. بتعرفوا لو انه الحائط الجدار بتحرك 1 مليمتر، 1 مليمتر، المليمتر اللي بنشوفوش بعيننا اصلا يعني 1 مليمتر، بحكي لك في عندك شغل. لازم اذا عشان يصير عندي شغل يا بنات لازم اعمل قوه واضربها بالمسافه، يكون في عندي ازاحه في ديستانس، تغيير من الى. هذا في هاي النقطه بتخربط فيها دائما الناس او الطلاب، بخربط ما بين الشغل والقوه. لا انا مش شرط ان اذا انا بذلت قوه يعني انا كنت في عندي شغل، لا 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 لا، ما مش شرط. انا ممكن ابذل قوه، ابذل جهد معين، لكن النتيجه تكون صفر، ما استفدت. اوكي، فاذا شغلي ايش بيكون عندي؟ عندي صفر، عندنا ايش؟ صفر. طيب سؤال، هلا سؤال، طب انا عشان اعمل شغل، هلا واحده ثانيه بسرعه تحكي لي، عشان انت تعملي هذا الشغل مش بدك لازم تبذلي قوه فورس على مسافه معينه ولا لا؟ طب هاي الفورس شو بتحتاج مني عشان اعمل انا قوه، اعمل هاي الفورس شو بحتاج؟ شو بتحتاجي؟ طاقه. يعني عليكي ليش طاقه؟ ما هي عرفناها من شوي، شو عرفنا احنا؟ هاي شو عرفنا؟ الانرجي. شو عرفنا؟ الطاقه. كاباسيتي تو دو، تو دو وات، تو دو ورك، القدره على بذل شغل معين. اذا انا الطاقه الانرجي هي القدره على بذل شغل معين. طب الشغل هو بده قوه فورس، وهذه الفورس لازم تعمل لي تغيير، لازم تعمل ازاحه ديسبيسمنت. اوكي، اذا انا عشان ابذل هذا الشغل بحتاج الى طاقه. طيب الشغل عشان يصير عندي شغل لازم ابذل قوه ضرب مسافه. اذا انا القوه الفورس عشان اعملها شو بحتاج؟ لازم يكون اصلا عندي ايش؟ يكون عندي انرجي، طاقه. اوكي، معنى ذلك بسالكم سؤال، مقدار الشغل يتناسب طرديا مع الطاقه ولا عكسيا مع الطاقه؟ طرديا. طرديا يعني معنى يعني عليكم، معنى ذلك اي جسم كل ما كانت طاقته اعلى بالتالي مقدار الشغل اللي بيستطيع يبذله شو بده يكون؟ بده يكون اكبر واعلى. هذا شيء طبيعي، لاني انا كل ما كانت طاقتي عاليه بستطيع اني ابذل قوه اكثر وبالتالي على مسافه معينه، وبالتالي الشغل تبعي شو بده يكون؟ بده يزيد. اوكي، بده ايش؟ يزيد. فلذلك لو انا في عندي تو اوبجكت، واحد طاقته عاليه والثاني طاقته منخفضه، اكيد اللي ابو الطاقه العاليه راح يكون مقدار شغله اعلى واكبر من الجسم اللي عنده طاقته اضعف. مشان هيك دائما الشخص المريض اللي بمرض مش راح يعني انتاجه بيكون ضعيف. ليه؟ لانه اصلا ما عنده قوه، ما عنده فورس، لانه هاي الفورس عشان اعمل انا فورس بدي انرجي. طب انا مريض تعبان، مريض، اذا ما عندي طاقه في جسمي مخزنة، فبالتالي مش راح يكون في عندي فورس أبذلها، بالتالي الشغل تبعي بده يكون معدوم أو ضعيف جدا أو حتى ممكن يكون صفر. أوكي؟ تمام؟ واضح يا بنات؟ طيب واضح. سؤال الهيت، إحنا هون لما أنا في عندي two subjects اختلاف في درجة الحرارة، واحد حامي والتاني بارد، أوكي؟ إذا بتلامسوا مع بعض الطاقة بتنتقل، على هيئة إيش الطاقة انتقلت؟ على هيئة إيش؟ على هيئة حرارة، على هيئة حرارة. إذا شو نستنتج من هيك؟ شو نستنتج؟ إنه الإنرجي، الطاقة، الإنرجي can be transferred. الإنرجي can be transferred in terms of what? In terms of heat and in terms of what? In terms of work. الطاقة أنا بستطيع إني أنقلها أو تنتقل transferred من مكان إلى مكان، من subject إلى subject، أو من substance إلى substance على هيئة إيش؟ هيئة شغلتين. إما تنتقل على هيئة heat، حرارة. متى بتنتقل الطاقة على هيئة heat؟ إذا كان في عندي temperature difference، اختلاف في درجة الحرارة between two subjects. في هاي الحالة الطاقة بتنتقل على هيئة إيش؟ heat. أنا بجيب إيدي بحط على سطح جسم سخن، ما عنديش حركة، خلص أنا جبت إيدي حطيتها وقفتها، يعني خلص at fixed position. تمام؟ هنلاحظ أنه راح أشعر أنا بالحرارة. ليش؟ إنه الحرارة انتقلت لجسمي، الإنرجي ترانسفيرد لجسمي على هيئة إيش؟ على هيئة heat. أوكي؟ طيب نقطة تانية، أنا الآن لما أمسك قلم، القلم موضوع على الطاولة، لما أمسكه وغير مكانه من مكان إلى آخر، مكان إلى
الطاقة أيضا تغيرت، ترانسفيرد الطاقة برضو صار لها ترانسفير، تغيرت أوكي. لكن في هذه الحالة تغيرت الطاقة على هيئة إيش؟ هل على هيئة حرارة؟ لا، ما أنا غيرت من مكان إلى مكان، صار في عندي ديستانس. أنت بذلتي شغل، بذلتي قوة، آسف، فورس على هذا القلم، وغيرت المكان تبعه من مكان إلى مكان، فبذلت عليه قوة، فإذا شو صار عندي؟ أنا شغل، وهذا الشغل معناته هو قدرة على إنجاز طاقة معينة، طاقة قدرة على إنجاز شغل، فإذا أنا الطاقة الآن انتقلت أو صار لها تغيير على هيئة إيش؟ شغل. واضح؟ على هيئة إيش؟ على هيئة شغل. فلذلك الإنرجي، الإنرجي إحنا عندنا في الثيرمودينامكس أو في الثيرمودكيمستري في الكيمياء بنحكي الإنرجي تنتقل between substances بين المواد في التفاعلات الكيميائية، تنتقل على هيئة حرارة heat and ايش and work. يعني الـ energy can be transferred in two perspectives. Okay. heat and work. heat and work. تمام؟ Okay. الآن في عندي بعض المصطلحات الـ definition اللي لازم برضو احنا نفهمها. في اشي بسموه state function. state function في الرياضيات تدوس تستخدموا كلمة function دالة، الفانكشن دالة بالرياضيات تستخدموها function state حالة، state function دالة حالة، state function بسموها دالة حالة، state function بسموها دالة حالة. شو يعني دالة حالة state function؟ إنه هاي ال property أو هذا الفانكشن اللي أنا بتكلم عنه does not depend in any way on the system's past or future, only depends on present state. شو معنى state function؟ state function اللي هي زي الطاقة. state function شو يعني؟ احنا الآن، أنا كفادي، أنا ساكن في الدمام، أوكي؟ ساكن في الدمام. لو حدا حكى لي يا فادي روح على الجامعة في الراكة، أوكي؟ مركز الجامعة الرئيسي اللي في الراكة عند عمدة القبول والتسجيل، لا أعمل علامات أو ضبط أي شيء هناك، مش عمدة القبول والتسجيل موجودة في الراكة؟ صح؟ إذا أنا وين مكان الأصلي كان؟ start point تبعتي وين؟ في الدمام، أوكي؟ وين النقطة اللي أنا بدي أوصل إلها؟ في الراكة، الجامعة، في الخبر، في الراكة هناك. إذا start point تبعتي معروفة، والفاينل بوينت تبعتي إيش؟ معروفة. الآن أسألكم سؤال، أنا بكم طريق ممكن أروح هناك؟ شو تعنتوا؟ بكم طريق؟ أنا ممكن أروح عن طريق الدمام الساحلي، صح ولا لا؟ أروح على طريق اللي هو طريق الدمام الخبر هو طريق الكباري، طريق الملك فهد، أروح ممكن عن طريق الظهران، صح؟ هاي أنا ذكرت لك الآن بثلاث طرق، مظبوط ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ ردوا علي، مش أنتوا أهل المنطقة بتعرفوا؟ أوكي؟ صح ولا غلط؟ ردوا، دافع عشان أفهم. صح. طيب إذا أنا بكم طريق ممكن أروح للراكة هناك في الجامعة؟ ثلاث طرق حد أدنى. أنا ممكن أطلع من هون عن طريق الساحلي، أوكي، طريق الدمام الساحلي، الخبر الساحلي، وأروح عند الجامعة، أو عن طريق الملك فهد اللي هو طريق الكباري، أو عن طريق الظهران وأدخل أنزل من الظهران أنزل على الراك. ثلاث طرق عندي، أوكي، ثلاث طرق. الآن السؤال، هل أنا بهمني أنت بتستني فيي، أنت كطالبة بتستني فيي هناك عند علامات القبول والتسجيل في الراك، عندك مشكلة في التسجيل، فقالوا لك وين الدكتور تبعك؟ اتصلت معي الدكتور تعال هناك. فأنا الآن هنا إحنا بهمنا، أنت بهمك أنو من أي طريق أنا أجيه أو أوصل الجامعة؟ لا لا، شو بهمني إنك توصلي عندي، صح ولا لا؟ هذا الأساس. هل أنا بهمني الباث أو الوي، الطريق اللي أنا بسلكها عشان أوصل عندك؟ لا، مهمنيش. المهم إنه أنا إيش؟ أوصل عندك الفاينل ستيت، أوكي؟ إذن أنا في ستيت فانكشن يا بنات، معناته أنا هذا الفانكشن أو الشيء اللي أنا بتكلم عنه، أوكي؟ does not depend، ما بعتمد على الطريق اللي أنا هذا السيستم سلكه، ماليش دخل، أوكي؟ does not depend on the path، ما بعتمد على الطريق، أوكي؟ طب ليش بعتمد فقط state function؟ بعتمد على the starting point والfinal point تبعتي، أنا من وين بديت وين انتهيت، الطريق من وين بروح شو الباث أنا ما بهتمش فيها، ولي دخل، أوكي؟ أنا بدي أطلع على الرياض، بروح على الرياض، طب برضو نفس الشيء، ممكن أطلع من الدمام على الرياض بأكثر من طريق أسلك، طريقين أو ثلاث طرق، بروح للرياض بسيارتي، أوكي؟
هل انا بهمني شو الطريق؟ انا بهمني اني اصل للرياض. اذا انا العين تبعتي، الهدف تبعي اني اوصل للرياض، من اي طريق اوصل بهمنيش. اوكي، هذا شو بسموه؟ بسموه ستيت فانكشن، داله حاله، ستيت فانكشن. شو الشيء الستيت فانكشن اللي بسموها؟ الانرجي، الطاقه، الانرجي هي تعتبر ستيت فانكشن. بهمني انا، بهمني الطاقه اللي كانت مخزنه في الجسم الاول شو صارت في النهايه. الآن السؤال، كيف انتقلت الطاقة؟ بأي طريق؟ أنا ما بهمني، بهمني الحالة الابتدائية أنا شو كانت طاقتي، والحالة النهائية الفاينل ستيت شو صارت طاقتي، ها انيشيالي وفاينالي، بالنص شو صار فيي أنا بهمش. أوكي تمام. طيب لكن الورك ويل هيت، الورك ويل هيت هذول مش ستيت فانكشن، ولا إيش اسمهم يا دكتور؟ هذول بسموهم باث فانكشن. Path function P. P اللي هي جاء من كلمة people. P-A-T-H. Path function. شو يعني path function؟ إنه هاي الحالة أو هاي property إيش مالها؟ Does depend. مش does not. إحنا هنا كنا نحكي does not. لا. نحكي does depend on the way of this system. أوكي؟ ماشي الحال؟ الwork أنا الشغل. شو حكينا؟ شو تعرف الشغل؟ هي قوة في المسافة. إذا أنا الشغل لازم أعرف المسافة اللي أنا مشيت من وين لوين، أنا تحركت من أي نقطة لأي نقطة. هل أنا مشيت بالX direction ولا بالY direction ولا بالZ direction؟ إذا الwork أنا بهمني الway، الطريقة اللي أنا مشيتها بهمني. أوكي، أيضا الheat أنا بهمني الway، الطريق. هل الheat الآن تحركت من الcold system to the hot system ولا من الhot system to the cold system؟ من وين لوين راح ندرسهم نعرف شو نوع التفاعل اندوثيرميك. تتذكروا احنا في الشابتر 10 كان في عندنا التفاعلات احنا كنا نسميها اندوثيرميك، قلت لكم هذا ندرسه بعدين في الشابتر 6، تفاعل ماس وتفاعل طارد. تتذكروا له علاقه علاقه بالهيت، له علاقه بالهيت، اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك؟ هاي لها علاقه بالهيت، لانه الهيت والورك يا شباب يا بنات هذول عباره عن باث فانكشن. باث فانكشن قيمتهم بتتأثر بالوي، المسار، الباث اللي أنا عملته عشان تتغير أو تنتقل فيها الهيت من مكان إلى آخر. نفس الكلام بالنسبة للشغل، لكن الطاقة الانرجي بيهمنيش أنا. المهم أنه أنا كسيستم شو كانت طاقتي في الحالة الابتدائية وشو أصبحت في الحالة النهائية. الآن كيف وصلت للحالة النهائية أنا ما بهمني، الطريق شو ما بدك سويها، المهم الانيشال ستيت والفاينل ستيت. هذا ايش بسموه؟ ستيت فانكشن. شو بسموه ايش؟ ستيت فانكشن. واضح؟ تسمى ستيت فانكشن. طيب الان اخر سلايد نحكي اليوم في محاضرتي ونوقف. The difference between heat and temperature. شو الاختلاف بين كلمة heat وكلمة temperature؟ heat بالعربي معناتها حرارة. طب temperature درجة الحرارة. درجة الحرارة. heat حرارة وتمبرتشر درجة الحرارة. الهيت it's a kind of energy، صح ولا لا؟ أنا مش من شوي حكيت إنه الانرجي can be transferred in terms of what heat and work، صح ولا لا؟ الطاقة بتنتقل من سيستم إلى آخر، من سيستم إلى آخر، إما عن طريق heat حرارة، متى؟ إذا كان في عندي temperature difference، أو عن طريق شغل work. متى بنقول عن طريق شغل؟ إذا كان صار عندي موشن، في حركة. ليش؟ يعني أنا بدي أعمل ديستانس، تغيير في الديستانس، في المسافة. يعني أنا في عندي موشن، في عندي حركة، بالتالي أنا الطاقة انتقلت على شكل شغل work. لكن لو ما في عندي شغل، بس في اختلاف في درجة الحرارة، فالطاقة راح تنتقل على هيئة إيش في هاي الحالة؟ على هيئة heat، حرارة، على هيئة heat. طيب السؤال الآن، كيف أنا بدي أقيس هاي الهيت؟ بدي سكيل، بدي مسطرة. شو السكيل المستخدمه؟ اللي هو بيستخدمه التمبرتشر. يعني احنا كيف عرفنا انه هذا الجسم درجة حرارته 80 درجة مئوية ولا صفر مئوي؟ انا هنا بقيس تمبرتشر، السكيل المسطرة اللي حطيتها. اوكي تمام. فاذا يا بنات التمبرتشر it's a property that reflects the random motion of the particles in a particle substance. يعني انا لو اخذ substance معين، جسم معين، نتيجة الديناميك موشن أو الراندوم موشن لجزيئاته البارتيكلز تبعته، أوكي، هي اللي بتعكس مقدار التمبرتشر. فإذا هي التمبرتشر هي عبارة عن سكيل، مقياس. أوكي، لكن الهيت، الهيت عبارة عن انرجي ترانسفير. الهيت هي انتقال في الحرارة، هي عبارة عن انرجي ترانسفير. فالهيت هي انرجي، طاقة.
لكن التمبرتشر هي مش انرجي، نو هي ميجرمنت اوف هيت. التمبرتشر از ا ميجرمنت اوف هيت، انا بقيس، مش بدي اقيس هذه الحراره مقدارها كم مقدارها، كيف بقيسها باستخدام تمبرتشر، بدي يونت. فالتمبرتشر هي وحده قياس، سكيل، وحده قياس لمين؟ للهيت، والهيت هي عباره عن تمبرتشر. فهمنا يعني الفرق، يعني عشان ما نخربط ما بين الهيت وما بين التمبرتشر، واضح؟ ما نخربط ما بين الهيت وما بين ايش؟ التمبرتشر. اوكي يا بنات، واضح؟ واضح. يعطيكم العافيه، انا راح اوقف هون محاضره اليوم، بنكمل الاسبوع القادم يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. Stop recording.